الوزير وصلت صدموا الناس. انا كنقول لا نسي ناسا واحد البنات كيبيعوا كلينيكس مع جوج ديال الشوارع العاصمه ولا الاقتصاديه ولا الاداريه ولا العلميه. تهبط هي هاد الوزيره تهبط بتجيل وسبرديه وتشوت بتجمع عباد الله، راه غتبنيو لنا مجرمين في المستقبل، غتعمروا الحباسات في المستقبل. السيد راه يحيدك التليفون ديالك ويحيدك الكاميرا ديالك وتجريزها في الطريق، كيسخط على الموش الشارع. سيدي دابا كتجوز الدار البيضاء كتبغي تهز الزبل تلقاه ولد لابس ماكي مصاوب راسو. البحر عندنا دابا حنا في العطله الصيفيه بنت لابسه سليب دخيط اللي تدوي معاك، حنا مجتمع محافظ. مجتمع محافظ فاش؟ بغينا لكم تبنيو لنا الانسان، بغينا لكم تبنيو لنا الطفل، بغينا لكم تبنيو لنا المراه كمراه. الوزير وصلوا تصدموا الناس. انا كنقول لا نسي ناسا واحد البنات كيبيعوا كلينيكس مع جوج ديال اللي في الشوارع العاصمه ولا الاقتصاديه ولا الاداريه ولا العلميه. تهبط هي هذه الوزيره تهبط بتجيل وسبرديه وتشوت بتجمع عباد الله. اللي غيمشي للحبس يمشي للحبس، يمشي للخيريه الخيريه، اللي حيدوا الولاد حيدوا لولاده. اللي كان الولاد مصيبه، هاد الولاد هادو هي ما خداوش الرعايه الطبيه وما عالجتهمش وتستولوا على هاد الصفحه هادي المؤلمه، راه غادي تبنيو لنا مجرمين في المستقبل، غتعمروا الحباسات في المستقبل. هاد الولد عنده دابا عنده عقد نفسيه، هاد الولد هو اللي غادي من دابا مستقبل 50 سنين غيسيف راه يحيدك التليفون ديالك ويحيدك الكاميرا ديالك وتجيزها في الطريق، لانه كيسخط على المجتمع. فالله يرحمكم الوالدين، ما بغيناكم تبنيو لنا مراحل لا في الدار البيضاء لا في الرباط لا ثلاثة ديال المليار، بغينا لكم تبنيو لنا الإنسان، بغينا لكم تبنيو لنا الطفل، بغينا لكم تبنيو لنا المرأة كمرأة. ما بغيناش دابا، ما بقيناش دابا، دابا ولا عندنا المتحول الجنسي. دابا كتدوز الدار البيضاء كتبغي تهز الزبل تلقاه ولد لابس ماكي مصاوب راسو. علاش ما تكونش دابا تا الناس ديال الأمن هذا اللي لابس الحوايج هذا الترانس هذا المتحول او هو او هذا العادل جنسيا بقيتي لابس هاد الحوايج، غنجمعوهم غنجمعوهم. حنا غنوريكم واش غادي ديروا كمجتمع مدني، جمعوهم واعطيوهم يخدموا الجرادي او يخدموا السكك الحديديه وخلصوهم في الواجبات ديالهم. قالك حنا ما كنلقاو ما ناكلو كناخذوا الشوارع، حنا دوله مسلمه دونك غادي نبدلوا مصطلحات اللي تدوي معاك. حنا مجتمع محافظ، مجتمع محافظ فاش؟ دابا عندنا البحر، البحر عندنا دابا حنا في العطله الصيفيه بنت لابسه سليب دخيط غدا كتجوني تخطفات وتغتصبات. واش هذه حريه الفرديه باش كتناديو؟ تجاري يعني دا الفلوس دا المراه دا الولد دا كل شيء. ولكن ما نساوش بان خرج واحد شاهد عيان هذه واحد 9 سنين يعني في 2014 قال لك كل جمعه كنمشي انا كندوش كنلقى السيد يجيب 4 ديال الاطفال كيغسل لهم المره الاولى كشحبني ولادو، كل مره كيجيب 4 ديال الدراري. شي مره قبطوا في تلبوس في شي غرفه من الغرف ديال الدوش، هو شي ولد طلع ليه من التحت قال له تقول شي حاجه نقتلك. قال بانه مشى كيبلغ الامر للناس المشرفين على هذاك الدوش، ما سمعولوش خفله تقلب عليه التهمه ويردوه هو اللي يدير سلت في حاله. هادشي وقف في 2009. هاد المجرم خطير، حسبوا معايا من 2014 لدابا شحال اغتصب لنا من طفل. هذا قرطنا جهه ديال البرنوصي، واحد اغتصب لنا واحد في درب وعزه، البنات ديال اللي ساسفه القاصرات. هذا مشكل كبير هذا. هادو فين هما الوالدين؟ كطيبي الكميله باش يجي الولد عرقان وناشف باش يجي ياكل يقل الماكله. قبطوا ولادكم الله يجازيكم بخير، قبطوا ولادكم الله يرحم الوالدين. الام مدرسه اذا اعتدتها اعتدت شعبا طيب الاراقي. بغينا الام ديال بكري، بغينا الحراسه ديال بكري، بغينا تا دابا واحد المشكل قائم اليوم كنصفح واحد احدى الجرائد المغربيه لا داعي لذكر الاسم ديالها، وكنشوف بان الدار البيضاء غادي تخسر واحد 3 ديال المليار، واحد 3 ديال المليار باش تبني مراحيض ديال الزنقه، 3 ديال المليار باش تبني 60 مرحاض. حنا خصنا نبنيو الانسان، حنا خصنا نبنيو الطفل، حنا خصنا ما عندنا ما نديرو ب 60 مرحاض في الدار البيضاء. الناس اللي غيبقى يخرج فين ما خرج يمشي حاله يمشي يلقى فين في قضي الحوائج ديالو. خصنا اول حاجه نبنيو الانسان، او ديك 3 المليار نبنيو بها احياء شعبيه بحال الهاشيليم ديال اوروبا ولا ديال كازا بوبولاري ديال ايطاليا.
كيعطيو ديور للناس اللي ما عندهمش الحساب الدخل المحدود وكيخدم عندهم واحد الاجر الشهري تبني لي انا 60 مرحات لاش في الدار البيضاء لاش. هذا مشكل كبير غتبني لي. وعندي واحد الرساله كنوجهها من المنبر ديالكم. عندنا مثلا اسره دابا هذا المشكل وقع فيه كلشي. دابا غتحمل المسؤوليه وزاره الشباب والثقافه والتواصل وتقول لي علاش ما راقبتوش هذا المنتحل الصفه ديال المؤطر. لا على وزاره غادي يغلبوها. دابا تخرج لجنه تبقى تدور على ملاعب القرب وتراقب. واش خفات على الدوله دير لهم ديباج؟ واش خفات على الدوله تحط لنا ديزاجون دي سيكيوريتي تما؟ وخفات على الدوله تحط لنا قوات مساعده في هذا كل من هبا وهذا كيجي كيدي وليدات. هذا تيتمختر مع راسو. الولد ديال 4 سنين ودي 5 سنين ودي 6 سنين كيتمتع مع راسو في غياب السلطه وفي غياب المجتمع. وكل شيء في هذه الحاله متحمل مسؤوليته. لا انا كفنان ولا رئيس جمعيه ولا انت كصحفيه ولا كمجتمع مدني ولا كوزيرة الاسره والتضامن. عندنا وزير الاسره والتضامن نعسه وعندي بنت كتبيع كنينه مع جوج الليل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.